فعاليات مختلفة وحضور فاق التوقعات وتفاعل كبير. بهذه الجملة يمكن أن نختصر هذه الأجواء الجميلة والتي شهدها اليوم الأولمبي والذي نظمته اللجنة الأولمبية العمانية كعادتها سنويا. ثلاثة مواقع رئيسية كانت كخلية نحل منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ما بعد الغروب. فكان الموقع الأول هو مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر، والثاني هو نادي الأمل لعدم إغفال مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا اليوم. أما الموقع الثالث فهو هذا المنتزه الجميل في شاطئ العذيبة، حيث تنوعت الفعاليات لتلائم مختلف الفئات العمرية، لتتضمن كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية والألعاب المائية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية للأطفال وتواجد الشخصيات الكرتونية التي أضفت نوعا من المرح. شيخ خالد زبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، نسألك عن كيف تشوف هذا التفاعل الكبير من الجميع مع اليوم الأولمبي، وهل هذا يعطي أيضا مؤشر على إمكانية تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر؟ الحمد لله، والله مثل ما شفت اليوم الجمع كبير جدا، وطبعا أشكر كل الشباب اللي شاركوا في تنظيم اليوم الأولمبي، وطبعا هذا يوم أولمبي سنوي بالنسبة لنا في اللجنة الأولمبية، لكن هو حقيقة التفاعل المطلوب بين المجتمع وخلق روح تعاون مجتمعية أساسها الرياضة وأساسها النشاط وأساسها الالتقاء وثقافة الرياضة. الحمد لله الحضور اليوم يعني مبهر جدا، يعني وهذه الأيام أيام سعيدة، أيام احتفالاتنا بالعيد الوطني، ومثل ما شفتوا الأطفال متواجدين، الكبار في السن، النساء، الرجال، الجميع حقيقة موجود ومتفاعل، والحمد لله يعني هذا هو القصد، والحمد لله حققنا هذه الأهداف اليوم. الحضور كان لافتا في هذا الموقع الجميل، فمنذ الظهيرة بدأت العائلات بالتوافد مع أطفالها من مواطنين ومقيمين ليقضوا أوقاتا جميلة أعطت مؤشرا كبيرا إلى الحاجة إلى مثل هذه الفعاليات الترفيهية والتي تفسح المجال للاستمتاع، خاصة في ظل الأجواء المعتدلة التي تشهدها السلطنة هذه الأيام. فريد زريالي رئيس اتحاد سلة، نسألك اليوم عن هذا التفاعل مع الاحتفال باليوم الأولمبي، ونشوف أجواء جميلة في هذا المكان. ما يحتاج أنا أتكلم عن هذا التفاعل، مثل ما تشوف يعني العين المجردة تشوف التفاعل، تشوف الأطفال ما شاء الله فرحانين. لما نحن نهتم بهؤلاء العناصر الأطفال هم أساس الرياضة، لما نغرس فيهم هذا الغرس ونعلمهم من الطفولة عن أهمية الرياضة، احنا كاتحادات حتى نكسب شعورهم. هو من المهم جدا ان الاسر تكون موجوده صراحه. انا الاحظ يعني في الدول الاوروبيه كثير من الاتحادات تعمل ايام خاصه بالنسبه للاسر، واحنا ان شاء الله بعد في اتحاد العماني لكره السله الحين بنعمل كوبي مثلا لهذه الفكره، وان شاء الله بنجيب الاطفال والاسر ونجيبهم نشاركهم ونخليهم يشاركوا لنا يوم سلاوي مفتوح يعني. ولم تخلو هذه الفعاليات من أنشطة خاصة بالمرأة سواء في هذا الموقع أو في المواقع الأخرى، والجميل أن هناك فعاليات كانت حصرا على المرأة، ومنها تلك التي شهدتها الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي، حتى تجد هي الأخرى فعاليات تلائم خصوصيتها وتتناسب معها. سعاد الإسماعيلي مدير دائرة الرياضة النسائية في وزارة الشؤون الرياضية وعضو اللجنة الأولمبية العمانية، أسألك عن يعني مثل هذا اليوم اللي يشهد تفاعل كبير من جانب مختلف شرائح المجتمع، مواطنين ومقيمين، يعني هل يعطيكم في اللجنة الأولمبية دافع لتنظيم المزيد من هذه الفعاليات في الفترة القادمة؟ أول شيء حاب أشكر اللجنة المنظمة لهذه الفعالية صراحة. هذا العام يعني الجمع الكبير والفئات العمرية المختلفة يخلينا يعني احنا مثل ما قلت احنا نفكر لإعداد مثل هالفعاليات مش في اليوم الأولمبي فقط، وإنما في خلال فترة خلال السنة أكثر من فعالية. أعتقد هذا نقدر منها نطلع بعض المواهب اللي احنا نشوفها مع الاتحادات، اعتقد انه يخلينا احنا يعني ناخذ نخبه منهم وينتقلوا الى الاتحادات على اساس يمثلونا في البلد، وناخذ من الناس الموجودين بعض الافكار اللي ترتقي برياضه الرياضه العمانيه للمرحله القادمه ان شاء الله.
السعادة كانت مرتسمة على شفاه الأطفال هنا، خاصة مع فعاليات المسرح والتي خصصت لهم، ومنها طرح بعض الأسئلة الخفيفة عليهم كذلك، ليكتمل جمال المشهد في هذا اليوم ويعبروا عن فرحتهم بقضاء يوم جميل بصحبة العائلة. يا من كيف شفت اليوم الاحتفال؟ جيد الحمد لله. ايش لعبت؟ سباحة، هذا أسوق سباحة. ما تلعب سلة؟ لا ما العب سلة، العب كرة قدم. وكيف يعني مثل هذه الأيام تلتقي فيها مع أصدقائك وتلعب وبطولات، كيف تشوف يعني؟ يعني ممتعة، وبعد على الأقل سوي رياضة كذا. إيش هدفك من الرياضة؟ هدفي إني أكون نجم محترف. في أي لعبة؟ كرة القدم. وبهذا الحضور الرائع اكتملت اللوحة الجميلة لليوم الأولمبي، والذي تميز بتنظيم فعالياته في أماكن مختلفة والحرص على أن تشمل مختلف شرائح المجتمع. حسين العميري من شاطئ العذيبة.